عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على إقالة معتمد سبيتلا من مهامه، ومش نحكيو زادة على رد فعل العائلة متاعو. قام وزير الداخلية توفيق شرف الدين مساء يوم أمس بإصدار قرار يقضي بإعفاء عبد العزيز الرويسي معتمد سبيتلا التابعة لولاية القصرين من مهامه. ونشرت أسماء الرويسي شقيقة الرويسي تدوينة بصفحتها على الفيسبوك، أكدت فيها خبر إقالة شقيقها من مهامه ووصف ذلك بالمظلمة، معتبرة أنه حتى في حال ارتكب شقيقها خطأ فإنه لا يقارن بأخطاء أكبر ارتكبها مسؤولون متواجدون على رأس الإدارات والسلك منذ سنوات داعية إلى الوقوف إلى جانب شقيقة. بربي احنا كي جبنا جديد ووظفنا جديد باش يعاود يغلط لنا، قال شنو ربع عذر اقبح من الف ذنب، هاو ما غلطش نفس الاغلاط الكبيره، صار نستناوه احنا حتى اللي يغلط وحتى اللي يتعدى على 12 مليون تونسي وحتى اللي ناكل بيما كما ناكلوا الاخرين باش نقولوا هوني يستحق العقاب. رئيس الجمهوريه وزير الداخليه كانوا واضحين منذ البدايه، اللي يخطئ وعارف وراء من المنظومه السابقه يتحاسب ديريكت ويتقال من مكانه، ماني جايبينهم في ايران تجارب احنا باش نعاودوا يجربوا فينا احنا كمواطنين من الجديد. يتخدم مريق اللي تخرج من الخدمه خلي لغيرك. وجاء في تدوينه يا اخي باش تسكتوا على المظلمه اللي صارت في حق خويا عزيز رويس، يهديكم روحتها، ولو غلط مستحيل يكون الغلط نتاعو اكبر من اغلاط برشا مسؤولين باقين على راس الادارات والسلطه بالسنوات. المحبه والصداقه راهي مش مجرد كلام، هذا راهو ولدكم وصاحبكم قبل ما يكون مسؤول المساند، اما تكون فعليه واما كفاكم. هو ما حبوش وما حشوش بالمسانده النفسيه، الوقت وحده والايام كفيله باش يداويها، اما وجيعه بقدر ما هي بحاجه لمسانده فعليه وقفه صحيحه، وانا ساكون اول مساندين قولا وفعلا. ويشار الى انه تم تعيين الرويسي خلال شهر ديسمبر 2021، اللي ما مشاش منضبط في العمل نتاعو يخرج علينا، مانيش احنا قاعدين ننتظر في شكون يجي يجرب فينا ويغلط وليه نسامحوه ونعاودو، وهو فما معتمد اخر ننتظرو فيه وان شاء الله يخدم خدمته قبل اقالته.